السلام عليكم متابعي صفحتنا الكرام. بأحد الفيديوهات السابقة شرحنا على مكونات عربة التخدير، قلنا من ضمن مكوناتها هو الإكسبيراتوري والإنسبيراتوري فالف، ومثل ما جاي تشوفون هنا بالصورة قدامكم واضح هنا عندنا الإنسبيراتوري فالف اللي يطلع منه الأكسجين والغازات المخدرة وتروح للبريثنج سيستم، بالتالي تروح للمريض. هذا الانسبيراتوري فالف، بينما اللي بصفه الاكسبيراتوري فالف اللي هو راح يدخل به الغازات الراجعة من المريض، من ضمنها CO2 والغازات المخدرة. هذا الصمام احيانا يصير به عطل، فاذا صار به عطل لازم نعرف نشخصه. شلون نشخصه؟ تابعوا المحاضرة وياي. إذا يصير عندي انسداد بالاوت فلو، يعني الهواء أو الغازات اللي قاعدة ترجع من المريض إلى عربة التخدير، إيش راح يصير عندي؟ يصير عندي أولاً ارتفاع بالإيرواي بريشر، يعني الضغط مال مجرى التنفسي راح نشوفه يصعد. ليش؟ إن أنا عندي انسداد أو إعاقة. ثاني شي المينت فنتريشن راح يقل. المينت فنتريشن اللي هو أصلاً حجم النفس اللي ناخذه خلال دقيقة واحدة راح يبدي يقل. ليش؟ ان اكو انسداد. اللانج هايبر انفليشن يعني النفخة مال رئة، الرئة بعد ما تقدر تنتفخ براحتها حتصير عندي مشكلة. وراها تبدي الاعراض اللي تصير على القلب اللي هو يسموها الكارديو بولمينري افكت. هنا مش راح يصير عندي بالكارديو بولمينري افكت، بما انه صعد الضغط مال مجرى التنفسي، يعني ضغط صعد الضغط مال الثوراسيك بريشر، فراح يضغط على الاوعيه الدمويه الموجوده بالداخل الرئه اللي هي قريبه على القلب، راح يسبب هايبوتنشن، يقل الضغط مال الانسان وممكن يوصل لحد التروما. فاذا هاي اول علامات نقدر نشخص بيها العطل بالاكسبيراتوري فالف. النقطة الثانية اللي نقدر نشخص بيها هو عن طريق الكابنوغراف، راح نشوف بانه الموجة مع الاكسبيراتوري راح تصير مع COPD اللي هي تقريبا كأنما صار اكو سبازم نفسها، بس الموجة ما راح ترجع للصفر. فهنا عندنا تشخيصين، اولا اذا عندنا ستوك كلوز، يعني شنو؟ يعني الصمام مع الاكسبيراتوري انغلق وعلق، يعني تشلب مثل ما نقول، يعني بعد ما دا ينفتح. فش راح يصير عندي العلامة؟ الايرواي بريشر يصعد والمينت فنتليشن يقل. زين اذا كان العطل مع الاكسبيراتوري فالف بانه الصمام ينفتح بس بعد ما دا ينسد، فهنا الكابنوغراف هو راح يقرأ لي بانه ما يرجع للصفر. لهالسبب انا دائما اركز على موضوع الكابنوغراف. ليش؟ لان احنا من خلاله نشخص حتى العطل اللي يصير بالاجهزة، واذا صارت هاي الحالة فتقدرون تطلبون الصيانة. اللي عنده استفسار يقدر يخليه بالتعليقات. تحياتي لكم.